ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر برو في فيديو جديد. فيديو النهارده سايبر المعادي الناظر وشاب جديد او شاب جديد وهيكل وعلاء 50 مروان بابلو هو مش علاء 50 ده المفروض شعبي تقريبا وشاهين وابن حسن ماشي مليانه الفيديو. اوكي الفيديو ده 5 دقايق وشويه. واو اوكي. والاغنيه الفيديو ده ترجح لي من ناس كتير قوي الفتره دي مش عارف ليه. فا اوكي اوكي اعملها اوكي. ايش اسمه؟ خلينا نخش على الجانج بالاول. يلا بينا نبدا. شيب شاب شيب حتى لما جاي برتغال. الفيديو ده انا اتفرجت عليه قبل كده زمان ما كنتش اعرف حد فيهم. اوكي اللي هو انا اللي هو اتفرجت عليه ما كنتش بسمع العربي ساعتها اللي هو دخلت فاهم وكنت مستغرب الحوار ستيلا اللي هو انتوا المفروض عرب فاهم اللي هو انا سايب مصر ما فيش حد في ناس بتشرب عارف بس اللي هو مش قدام الكاميرا فاهمين اللي هو مش علني كده. الموضوع كان بالنسبه لي غريب شويه هو ها انا كنت سايب مصر الناس تستخبى تعمل في الحاجات في الدره فاهم. دور يعلى سمعنا في تراك مروان تراك مشهور مع شام خالد بدر مروان بابلو. اوكي ما كنتش اعرفه. اوكي ما كنتش اعرف ولا اي حد فيهم فتخيلوا ما كنتش اعرف حد فيهم واقعد اتفرج عليهم طب طب لمجرد فضول عايز اعرف ايه بعد ام سي ستوب مين سي ستور مين سي صوت صوت ما بيتشعبط لفايب وصابط وستارت قال لك مش عارف ويجز ما كنتش اعرف اسمه اصلا وما كنتش بطيئه خالص بطلوا في كباشة خرج 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 فرق برب لحد ما شاب جديد صح؟ تنفس لو بط انا اعرف 50 اعرف 50 لان الناس كلمت عليه وعارف ان هو تقريبا بيغني شعبي طب تقريبا بسيب علامة مسجلة بص فوق صوتي سما انا ما قد البحر مش باخد بالي من السمك من كتافي بنزل السبب من دماغي طرد مين ده؟ اللي فاكر انه سبق اصنع هدف بفتح على الطاسه من اللي سافروا للاداء انت تكب دلاء في الودان انا سايم مجال موديلات في هنا انا بسلمها ايش كانت هو طرد هو فرد لما انا بخلبها هو عرض فاهم بقلبها. انا كنت اقول هو ده احمد سانتا بس في الاخر اخدت بالي ان هو مش احمد سانتا بوديها برجعها هو لان برضو اللهجه بتاعته اللهجه مش مصر اذا كنت انا صخت ولا انا قبله هنا بدك تيجي بدك تمشي فرجيني كيف بدك ترجلي هنا مين هو بدي يحكي هنا بتسلى كنت انا هنا بتقلب كيف بتدقل كيف بتدقل برش بحكي مصري تقلب هنا لما باجي بتهبل مين اللي هنا بيتهبل كنت انا جاي من هون لا انا رجعت من المستقبل هيني جنت وانت قبل كيف بدك تتكبت عناء وانت هون عم تتسلم انا انا بتهدم ايش بدي يصير كله هنا بيتهدم انا عندي فلوات جرايم مش بسمع تراب بتكلم اذا هنا بده يجي الحكي هلا بده اشوف مين بده يتسلم الفلو اذا كنت انا هون بدي اكون مجنون لا ولا كان هون بدي اتقدم هادي حرب هادي ضرب هيني هون بجوب بحط الشده ممكن تقلي فيلي انتو بتحكوا بيلي عن الجلول وانا هون مهدي احكوا عنها وايت اذا كان له وايت هو ده المفروض فري ستايل المفروض ان هو مشغلين بيت وهو بفري ستايل سواء طلع بره خالص عن 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 الفلو بتاع البيت خالص تحس ان هو اللي هو مش لاقيين اللي هو ايه في ايه هو اللي بيحصل فاهم اللي هو برينس انت سبت اصلا بيت وانت بتغني في حته تانية فاهم ممكن لو فري ستايل فاللي هو عادي صباح الفل عارف ان الموضوع ده صعب فشخ عارف اوكي فانا مقدر ده مش بقول ان هو وحش اوكي انا ذات نفسي معرفش اقول كلمتين على بعض في على بيت اوكي خلينا نبقى فاهمين ده اللي هو انا مش بحكم عليه بقول انه وحش اوكي انا بس بسال بس هيني بنزل على البيت زي ستريت فايتر ما شغاله مش بتنام استنى ويه ما دفك اندرستاند شرحنا ساعد فيه بلوكات شايفين هو ده الفرق اوكي هو ده اللي انا اقصد عليه اوكي لو
بابلو بيغني فريستايل برضو نفس الكلام، فاللي هو على البيت يا زيز. بص حتى الدخله بتاعته ستريت فايتر، انا فان فشخ دلوقتي اللي هو ماك شغاله مش بتنام فان فشخ. انا يا سنت مدفك اندرستاند شرعنا ساكتين لا شوفوا الدخلة شوفوا مش عارفين بابلو بابلو بلوكات بطلقيش هنا بستان تحت الارض هنا بركان اسم مش هكله بمواس بابلو في الحقيقة سجان كس بابلو يحبس الامباكس وده ريل يو ده فيك اس لا انت من غير لما تفنى ندولي حقينا شفنا دو سانتا انا في لوانزا احنا في مجالنا احنا برا اس لا انت من غير لما تفنى ندولي حقينا شفنا دو سانتا انا في لوانزا احنا في مجالنا احنا برا نسبت كفانا عايز بلي دانس تراك ده وساند اسم بيكي فكريني بيه قبل ما انسى يا زيك زيك ماجي بلاك زي الصورة نازل بالتاك راسي فوق. لا لا انا مش عشان مجرد فان بس انتوا اكيد سامعين اللي انا سامعه اوكي برينس معلش نكون حقيقيين شوية اوكي مش عشان انا فان اوكي بس هو برينس اوكي يعني هو ماشي هو ده اللي بتكلم فيه يعني سبحان الله. التاني انا ممكن ما يكونش رابر اصلا التاني ممكن وعمل كيف ما شاء الله عليه يستمر طبعا اكيد يعني بس ويرا مني عياري فيلي كيتي سالكه للانفينيت بيتش بتاعتك فرق لما اتفرجت وانا ما اعرفش اصلا مروان بابلو اوكي ما اعرفش مين دول اصلا حرفيا هو بس 50 عشان شفته قبل كده في حفله كان المفروض ان هو في لندن حاجه زي كده حفله وكان حصل ضجه والناس قاعده تقول لي ده بقى عالمي ده مش عارف ايه فاللي هو فضول فرحت اتفرجت على 50 فمن هنا انا عارف 50 اوكي وما بحبوش سبحان الله فلو حد بيحبه عادي صباح الفل اهلا وسهلا اوكي مش هنتقابل دايما على حد واحد اوكي ما علينا بس انا عارف ان 50 اصلا ما بيغنيش راب فاللي هو صباح الفل لو ما حبيتوش صباح الفل قشطه يعني لان ما بحبش الشعبي ما علينا فانا كنت بتفرج عليهم وانا ما اعرفش حد فيهم يعني سبحان الله فرق دلوقتي انا عارف مين بابلو عارف مين ويجز وشاب جديد انا برضو اللي هو كان بدأنا عرفت مين اوكي في اغلبهم مش عارفهم يعني زي ابو شعر ده وفي واحد تاني اللي هو غنى كان معاه كاب كان لابس كاب معاه كاب لابس كاب تنت ناس سمعتنا واتجننت ناس سمعتنا واتجننت بص ازاي اللي هو ايه يا اسطى في ايه انت اتجننت بجد اتجننت تحتك اتسستمت ناس سمعتنا واتجننت ايه يا اسطى اتجننت اتجننت ماشي شغاله مش بتنام دايما مفكر نفسي دايما فكر نفسي بالعلام صح سم العلام جيب فلوس مفكر نفسي دايما فكر نفسي بالعلام صح سم العلام جيب فلوس دلوقتي قشطه عايز فلوس دلوقتي قشطه نيجا ويجي ام بواكز صاحبي دايما اخش فايز كلام ربطه لا كان زمان وجبر ربي صوتك قال له صدى صدم اللي بك قطع خطر بس خطر على بالي هنا شوف الخطا اتغطى بتخرم الغطا بتحرم بس عادي جرب ايه جرب ايش انا جرى ليه انا فين مش هنبقى انا فين ولا مالي ربي خلى كله شايف انا ايه جميل فشخ مين ده بك قطع خطر بس خطر على بالي هنا شوف الخطا اتغطى بتخرم الغطا بتحرم بس عادي جرب ايه جرب ايش انا جرى ليه انا فين مش هنبقى انا فين ولا مالي ربي خلى كله شايف انا ايه مش غريب انا جيت مش هبين على دين شوف كم اتنين جوبا جيم مش ويك اب اتنين مسحول جوبا جيم اي لا مين ده بجد انا عايز اسمه مين ده 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 لو بيغني ابن حسني ولا مين ده بجد مين ده انا بسأل بجد اقسم بالله بجد مين ده جامد فشخ تفهم المعنى منين ما انا نعلم احنا نعلم مين يعلم انا دي لعنه دي يعمل دي بتاعتك باللعبه دي قطعتك فعلا مش ساعتك بس طب بالنسبه لي بالنسبه لك صعب فل بالنسبه لك صعب فل شباب هو الفيديو بدا بضعيف بجامد فشخ يعني انا واو احكي لكم الحقيقه اوكي شاب جديد بعرفش انزل فري ستايل فهلا انا عم بفضح حالي ومش راح اعرف اكمل هي ايش تعيد جملة لانه برضه بعرفش افضح حالي راح احكي حكي يا حكي فاضي وكل شي بتحكيه بتحكي راضي واحد اتنين في المعادي وعادي عادي انا في المعادي اسمع بقولكم انا قافل بقوكم مصابيري كتيره وبيتش بقوكم شايفكم عارفكم ودايما كشفكم ورينا في يوم ما تكون زيكم وعاد تغرب وعاد تتغرب وعاد تشوف عندك من انت تجرب شفتين في سنانكم كده يا اسم ساعتك بتوعب بيك شايف رحت لوك لوك بطل تتكلم ارفع ايديك يلا فوق يلا سالم اخرك معايا اركبك مشاية انا الاسطوره في مجالي ومعلم يبقى ميت لو مهضوم يبقى شيك لو مش مفروض انزقف لو انا بكون واقف زي الشمس انت ميت لو كركوز انت ميت لو مش دايم فوز انت ميت لو
يا اخي نسامي كفيت له هيا بعيد وقت زي الشمس دميت له. يا جدعان نسمع بقى عمنا وعم الدنيا كلها بقى نسمع الدنيا كلها شاهين اللي حب ربنا يسامحه يا جدعان. مني من ضهر جنب قص ده كلام اترص ده بعمل النقص كم مرة حس بالعجز اتهز عيش في شرنقة زي دين القز والضغط يعلى وعلى سناني بجز ده شيء مستفز في ناس كتير بخمسمية وش فمعلش انا ما بامنش والضربة نتعلم ما تموتش انا حس غبي لو ما اتعلمش ما طول ما احنا عايشين نتعلم نشوف حاجات تجن وحاجات تشل وحاجات كتير تخليك تخبط دماغك في الحيط من كتر القلة خد وهات ما هي دي الحياة انا زمان كنت مكروش من الدنيا كلها وياما الناس قالوا عليا قالوا كلام بس انا عمري ما حطيت في دماغي عشان اعرف اني انطب كام ذنب انا هرتكب كم مرة حقي بيتسلب كم مرة بنازل واتركب كم سنة حطيت على قلبي قفل يلا طوف وتشوف ناس بالالوف ناس بتضيق وعليك تلوف ناس بتعديك وناس بيك تشوف ناس يكرهوك اتمنوا لك الموت انا اللي ملعب اساسي وقيت مركو مرازي صوتك بيض وش لراسي اخرك تغني الغوالي ويجز ما غناش ليه انا عايز ويجز انا ما كان 50 كنا نحط ويجز يعني انا اسف اوكي انا هيتر فشخ دلوقتي اوكي على 50 جايز يكون 50 دي اغنيه حلوه ما سمعتهاش جايز الله اعلم مش عارف اوكي في اغنيه اسمها سكاي لاين اوكي واو اوكي انا اتفرجت عليه هو في ايرور بالنسبة لي دلوقتي اوكي اللي هو انا اتفرجت عليهم قبل كده مكنتش اعرفهم دلوقتي الفرق اللي هو سبحان الله اللي هو برو انا شبه ما كنتش طايق حد فيه دلوقتي اللي هو فرق شاسع عامة انتو شفتوا هو الرياكت ده كان رياكت اوكي يا رب يكون رياكت عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والله كيلا تشوس.